السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو يعني الأول تكلمنا عن لينوكس بشكل عام. طبعا فلسفة اللينوكس يعني بتنبع أو بتتركز على فكرة مهمة كثير اللي هي المشاركة. فأنت عندك النظام تقدر تنزله من الانترنت، بتقدر تختار شو النظام اللي بدك اياه، بتقدر تختار الواجهة الرسومية اللي بدك تتعامل معها، بتقدر تختار كل شيء. واللي اهم من هذا كلياته، اذا كنت انت مبرمج او كنت مؤسسة او شركة او اي طرف معين، تقدر تاخذ انت البرنامج السورس كود، يعني كيف طريقة كيف مكتوب هذا البرنامج وتدرسه وتعدل عليه بما يتناسب مع احتياجاتك، وبهاي الطريقة يعني تطبقه أو يعني تخليه برنامج خاص فيه. وبنفس الوقت انت في هاي الأثناء تقدر انت تشاركه مع المجتمع. طيب، أول موقع راح نروح عليه أو اللي هو يعني أكثر مواقع بجوز يعني أهمية، اللي هو منه طلعت ثورة البرمجيات، اللي هو Free Software Foundation. خلينا نروح على freesoftwarefoundation.org. Free Software Foundation، من هنا Free Software Foundation هي المؤسسة اللي طلعت الثورة. إذا حاب تعرف كثير يعني عن هذا الموضوع، طبعا الجنو بروجكت، إيش التيم اللي كان موجودة، تشامبيونز يعني الأبطال، في عندك في أمور كثيرة طبعا على هذا الموقع. بتتم أي مثلا شغلة بالعالم بتحد من حرية البرمجيات، من حرية المستخدمين، فطبعا Free Software Foundation أول ناس، يعني أول ناس بيكونوا يعني بالمقدمة، يعني بيحذروا الناس من إنه مثلا ديجيتال رايت مانجمنت، من مثلا لازم يشفروا رسائلهم علشان يحافظوا على خصوصيتهم وحريتهم. في كمان عندك الجنو.org. انا بعطيكم بس مقتطفات يعني مش اكثر. شو هو الجنو؟ الجنو اوبريتنج سيستم، بحكي عن كمان فري سوفت وير موفمنت، حركه حريه البرمجيات حول العالم. يعني تتخيل انه مش فكره انه بس موضوع مجانا، يعني موضوع فكرته انك انت بتملك النظام، بتملك البرمجية، بتملكها، يعني انت بتقدر تعيد توزيعها، بتقدر تعيد برمجتها، بتقدر تنسخها على سي دي وتعطيها لزميلك، لصديقك، لقريبك، الى اخره. اذا حابين بتقدر تدخلوا، يعني اذا حابين تعرفوا كل القصة وكيف صارت نشأة هاي الثورة، فأنا بنصحكم تروحوا على youtube.com وتكتبوا داخل خانة البحث revolution OS. Revolution OS هذا هو. طبعا عام 2001 تم انتاجه، فيلم رهيب جدا. يعني مهما نتكلم عن Revolution OS، فيلم بشرح لك كل اللي انا قاعد بحكي لك اياه بشكل مفصل وبشكل عميق جدا. بيبقى عنا طبعا انه تدخل على linux.org. طبعا linux.org
عبارة عن موقع بحكي عن الأشياء كمان، يعني هذا كله خاص باللينوكس طبعا. طبعا انتو بتقدر تشوفون، وكمان في عندك اللي هو الكيرنل. الكيرنل احنا حكينا عن الكيرنل بشكل كبير. الكيرنل هو نظام لينوكس الأساسي. الكيرنل حاليا 4.5. هي بتقدر طبعا عن طريق الجيت. الجيت اللي هو عبارة عن برمجية بتخليك تقدر تتعاون مع زملائك علشان يصير في تعاون بيناتكم وتقدروا تطوروا برمجياتكم. اتوقع هيك هذول معظم المواقع. في كمان اتوقع linux.com linux.com او .net. تمام linux.com. linux.com طبعا موقع رائع بيحكي عن كل شيء بعالم اللينوكس كمان، وخصوصا يعني التوتوريالز. شايف لاتس توتوريال، اخر التوتوريالز موجودة. هاو مثلا هاو تو يوز تيتش باد اون لينوكس، هذا حلو. هون كيف تستخدم اندرويد ديفايس عشان تصير تاتش باد باللينوكس، هذا شيء رائع فعلا عشان يعني نقدر نعمل فيه. نايس 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 نايس. طيب ايش كمان مثلا؟ شو في مواقع كثير. طبعا اذا بدك اخبار بتقدر تفوت على الفورونكس. فورونكس طبعا الفورونكس هو عبارة عن موقع عملاق بتكلم عن كل اخبار الفري سوفتوير وال يعني الاوبن سورس واللينوكس بشكل عام، اليونكس، حتى بتكلم عن الويندوز. بس هو بيهتم مثلا اذا في تم اختراقات، اذا في مثلا عملوا باتش لهاي، في تطوير على الكيرنل، في تطوير على نظام معين، اطلاق نسخة جديدة من برمجية معينة، مثلا تطوير نظام معين للتشفير. فهو يعني بحكي عن كل شيء. شايفين بي اتش بي هون، بحكي هون بيتكلم عن ال ال في ام، بحكي هون عن السي بلس بلس والبايندينجز مع الاوبن جي ال. كمان شايفين هاي انتل انريليست 3.x درايفر فيكسز واشياء. يعني اللي بدي احكيكم اياه، يعني اذا كل هذا انت شايفه يعني مش مو مش 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 قصة مش مهم مش مفيد لك، عادي انت فوت مثلا اكتب هون اي شيء انت بيخطر على بالك. مش مهم يعني ايش اللي بدك اياه. يعني مثلا what is مثلا GNU Linux operating system مثلا، يعني انت بتقدر تفوت و يعني تحدد ايش اللي بدك اياه، وراح يطلع لك بديش احكي لك 10 او 20 نتيجة. يعني هون طلع منها 7.5 مليون نتيجة عشان يحكي لك شو لينوكس، جنو سلاش لينكس اوبريتنج سيستم. ف يعني علشان نقدر نبدأ يعني هاي السيريز، وانا حبيت ابداها من الصفر. يعني رحت على في اكثر مثلا هاي انا احكي لكم watch linux
ديسترو طبعا نفس الشيء جنو لينكس ولينوكس ديست لينوكس واش ديستريبيوشن. طيب ديستريبيو يعني هب بحكي بشكل عام عن الديستريبيوشنز. طبعا ما بديش احكي لكم انه في 10 انواع من الجنو سلاش لينكس. يعني في عندك ريد هات، في عندك اوبنتو، ديبيان. طبعا في 3 انواع من اللينوكس مشهورات جدا، في عندك ارش وديبيان وار بي ام اللي هي ريد هات. هذول الثلاث هم يعني كل لينوكس بتمحور حولهم. شايفين هنا في عندك بي اس دي، يعني مش ضروري بس لينوكس، لانه البي اس دي كمان تحت الفري سوفت وير موفمنت. هاي البي اف سنس صديقنا نيكس او اس سباركي لينكس بودي. هذا صراحة أنا من زمان حاب أشوف إيش هو هون بودي لينكس بودي فيدورا للي بيعشق الجرافيكس. فيدورا يروح مباشرة، يعني إذا بتحب الثيمز والأشياء هاي فأروح على فيدورا. أنا يعني اخترت لكم 3. طبعا انتو شايفين هون هاي مينت رانك 1 مينت، رانك 2 ديبيان، رانك 3 اوبنتو اوبن سوزي. يعني هو بيحكي لك عن طرق معينة. انا اخترت سنتوس اوبنتو، واذا بدكو ديبيان ما في مشكلة مينت. ممكن ان نلقي نظرة على الاوبن سوزي كمان، لانه يعني صراحة كثير يعني تستحق الاهتمام يعني الاوبن سوزي. طيب بما اني انا دخلت وكتبت يعني على لينوكس مينت دوت كوم، ويعني دخلت على لينوكس مينت ورحت على الداونلودز واخترت اللي هو شايفين هون كمان لينوكس ميت، بس انا اللي اخترته من هون اللي هو ميت 32. طبعا هون انا اخترته هذا. نعم طيب بما اني انا يعني قمت بتنزيل الاوبريتنج سيستم وعملت خلينا نلغيها عشان اورجيكم اياها خطوه بخطوه. طبعا هاي لو شو بدك تشوف الديسبلاي، شوف الديسبلاي، شوف امور هاي. فرصه ان نتكلم عن الفيرتشوال بوكس، سواء كنت على ويندوز او على لينوكس فلازم يكون عندك فيرتشوال بوكس علشان يعني تكمل او علشان تطبق اذا حبيت تلقي نظرة على يعني هاي على هذا الامر. كيف من وين احصل على virtual box؟ virtual box من www.virtualbox.org، فلازم تدخل على virtualbox.org. طبعا فيرتشوال بوكس هي عباره عن فري سوفت وير اوبن سورس. هاي اذا انت بتشتغل على لينوكس على الويندوز، لينوكس يعني بسيط جدا الموضوع، توتون تكتب apt او yum get install ف
فقط، هذا هو كل اللي بدك تعمله. أما إذا كنت هاي بالنسبة للديبيان، إذا كنت شغال على يعني RPM based system، ف يام install virtual box. هاي هي كل اللي انت بتحتاجه عشان تعمل عملية اضافة لل virtual box، سواء كنت على الهاي على debian based system او على RPM based system. اذا كنت على الويندوز تضغط هون وبعدين بتحكي له ان يعني لا بدي بدك لا ويندوز، و يعني بتضيف دوت اكس اي سواء كنت 64 بت او 32 بت، ويعني طريقة تنزيلها او تثبيتها على الجهاز بسيطة جدا. بعد ما يعني تثبت الفيرتشوال بوكس تبعك، بتفتح الفيرتشوال بوكس وبتدخل وبتحط هاي لينوكس مينت، و خليها اوبنتو 32، هاي لينوكس مينت. بعدين بتحدد انت كم، يعني اتوقع بيمشي 500 لكن انا بدي 1024. يعني في عندك بتقدر قد ما بدك، لكن بيعتمد هذا الموضوع على كمية طبعا. بس عشان نحكي هذول طبعا الانواع الهارد ديسك اللي بتقدر تضيفهم دايناميكلي اللوكيتد، يعني كبر حجم الهارد ديسك حسب الاستخدام. الهارد ديسك تبعنا راح يكون 20 جيجا، او خلينا 20 جيجا. هو اصلا بالوضع الطبيعي بيكبر حسب ما انت بدك، وهيك بيكون ضفته. بعد ما نضيفه راح ندخل هون نشوف انه كل الاعدادات اللي احنا بدنا اياها. طبعا انا بدي اضيف له كمان بروسيسور، تمام، واضيف له 2 بروسيسورز، بدي اشيل الفلوبي، بدي كمان هون بدي احدد انه لينوكس مينت، الاوديو نتورك بدي اياه بريدجت، يعني عشان تشوف انه زي كأنه موصول على الانترفيس ومتصل بالانترنت، بيكون على الايثرنت لانه انا شابك ايثرنت، يعني هذا مشبوك على ايثرنت، فهذا لازم يكون مشبوك على ايثرنت علشان تكون انت متصل بالانترنت. هاي الحالة ونعمل له ستارت. طبعا مش راح نعمل الان عملية انستول، راح نوقفه حاليا، والفيديو التالي راح نقوم بعملية الانستول للينوكس ماشين. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.